استخدام الثقافة كسلاح فاعل ضد الاحتلال من خلال الاحتفاء بالقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية، فهي المدينة التي قدمت عبر تاريخها الطويل والعريق إسهامات أثرت الثقافة والحضارة الإنسانية. في هذه الأيام الخاصة تشتد الهجمة ويتصاعد الإرهاب الإسرائيلي ضد القدس وأهلها ومقدساتها المسيحية والإسلامية وثقافتها، ويمعن المحتل في جرائمه من تهويد وطمس لمعالمها الثقافية والحضارية، إلى جانب استمرار جرائم القتل والاعتقال والتشريد لأبناء القدس الصامدين على أرضها. القدس بحاجة ماسة لكل الجهود المخلصة ولكل الطاقات المبدعة للدفاع عنها وتثبيت أهلها. واجب المثقفين الدفاع عن المدينة المقدسة من خلال إبداعاتهم الفنية. قربت قربت يا خلد. البريطانيين بدهم يقسموا فلسطين ما بين العرب واليهود. حصل الفنان الأردني منذر ريحني على جائزة القدس للثقافة والإبداع لإسهاماته في أعمال فنية، منها أنا القدس والقدس أولى القبلتين ومسلسل الاجتياح، الذي صور معاناة الشعب الفلسطيني خلال الاجتياح الإسرائيلي للضفة الغربية سنة 2002. بالنسبة للجائزة فهي وسام بفتخر فيه، وهي جائزة بالنسبة لمنذر ريحني من نوع خاص. فكرة الحفاظ على الثقافة وأعمالنا الفنية ستبقى دائما تتكلم عن الهوية والعادات والتقاليد وكل التفاصيل اللي تربينا عليها فيما مضى واللي عم تنولد في هذه الأيام، بس تنقول بأنه الثقافة لسه موجودة والتاريخ لسه موجود وهذه الهوية موجودة. مساهمة المثقف العربي والمبدع العربي في هذا الإطار وفي هذا المحور هي أمر غاية في الأهمية، وهو يعطي القدس ويساعد في معركة القدس وفي حمايتها. القدس كما هي عاصمة دائمة للثقافة العربية، فهي أيضا عاصمة خالدة لدولة فلسطين. أيمن الحمود، رؤية